الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حنان مصطفى. إن شاء الله بإذن الله هنكمل باقي السين رقم 7. طبعا المحاضرة اللي فاتت عملنا الكاركتر دوت زي ما انتم شايفين كده. المحاضرة دي إن شاء الله هنعمل كاركتر بالشكل ده، بس هنقفل ده بقى نخفيه خالص عشان خاطر ما يبقاش ظاهر، ونطلع بلاير جديدة. نقفل ده، نطلع بلاير جديدة ونبدأ نرسم الكاركتر التاني. هنيجي نشوف بقى الكاركتر ده نعمله ازاي. اولا الكاركتر ده هنيجي نجيب الريكتانجل، تمام؟ هنيجي نجيب ريكتانجل كده، انا مش عايزه استرك خالص فيه، ماشي. هبدا اخد النقط دي كده، دي شيفت مع دي، تمام كده بالشكل ده. طيب ده هيجي ياخد درجة اللون دي، حلو جدا. نفتح ده بقى كده عشان، طيب هنا اولا انا عايزة اعمل الشعر ده بالشكل ده كده بالظبط، يعني يا اما اعمله برضو يعني اعمله بالبتاع ده بالإليبس. اجيب الإليبس كده، او بلاش الالبس، هنجيب الريكتانجل برضو، ريكتانجل اجيب ده كده، يطلع دي فوق هنا كده، دي مع دي ادخلهم بالشكل ده بس من غير لون عشان بس نشوف التفاصيل. خلاص ماشي كده، احنا عملنا الجزء ده جميل، ده مع ده النقطتين دول كده. ممكن بس ادخلهم شوية صغيرة ليه؟ عشان تديني الدوران اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي لما نعمل بس اللون. طب هنا دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ اولا هجيب هنا البين تول، وهاجي اخد ده كده، ماشي، ده هيبقى بنفس درجة اللون ده، ودي دي تبقى برضه بنفس درجة اللون ده، تمام. طيب هاجي اخد دي واقول له كليك يمين ترانسفورم ريفلكت، ايوه بالظبط ماشي، يقول له كوبي، واجي اخد دي مع الشيفت الناحية التانية، ماشي كده. طيب دي بس هكبر عشان بس اظبط حاجة هنا صغيرة جدا،
طيب نرجع كده، دول بقى كلهم طبعا كل حتة لوحدها يعني. لا احنا بقى ناخد كده كلهم وناخد الباس فايندر ونقول له هات. خلاص يبقى احنا عملنا الجزء بتاع الشعر، لو ظهرنا الليير خدنا الوش كمان معايا، يبقى احنا كده عملنا الجزء بتاع الوش والشعر. طيب هنيجي ننزل على الجزء بتاع الودان دي، فهنيجي بالالبس وناخد دوران كده ماشي. هتيجي تاخد نفس درجة اللون دي، ناخد من دي الت مع شيفت ماشي كده. النك هنا برضو هناخدها ريكتانجل كده ماشي، بس هناخد دول معلش دوت النقطة دي مع النت والنقطة دي شيفت، وناخدها كده للآخر عشان تديني الدوران بالشكل ده. تمام لحد كده جميل، نقفل دول كده ونيجي ناخد بقى الجزء بتاع بتاع الجلابية ده. هنيجي نعمل ريكتانجل كده، طبعا هنا هتترسم على جزئين عشان خاطر الايه الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. تمام كده هنيجي بس نشيل هنا اللون. انا بس ايه عايزه اخد دول يا اما اعمل لهم راوند يا اما انزل بالايه بالكورنر دوت كده تحت. طب نيجي ناخد دول كده نعمل لهم راوند، هما اتنين كده ماشي بالظبط. تمام طيب، ودي بس هتنزل تحت سنة صغيرة. طيب هنا دي هتبقى بدرجة اللون أبيض، هتيجي تاخد درجة اللون دي. تمام كده ماشي. هنا طبعا التفاصيل دي هنعملها بعدين، بس نعمل الجزء بتاع الدراع ده والجزء ده. هنا برضو هنيجي ناخد الريكتانجل وهنيجي نرسم الايد بالشكل ده كده، نحركها بس هنا شوية كده خلاص، ونيجي ناخد ده النقطة دي نجيبها هنا لجوه، نكبر بس شوية كده، ودي هنجيبها النقطة دي هنجيبها هنا. لو جينا ناخد الأداة دي اللي هي الأنكور بوينت تول، جينا عملنا ده هنا النقطة دي مش مظبوطة نظبطها، هو النقطة دي عايزة تكون سموز خلاص، وهتيجي كده بالشكل ده. تمام جميل. هنيجي نعمل بقى ريكتانجل هنا كده ده، بس طبعا الريكتانجل ده عايز يبقى فيه درجة ميل شوية، يعني هنا ناخد النقطة دي كده دي هتنزل هنا ودي مع دي تمام كده ماشي. هنيجي ناخد درجة اللون دي. طيب وهنا ده هيجي ياخد درجة اللون ده، حلو جميل. طيب هننزل بقى كده نرجع باك. طب هنا نعمل الايد بالمرة عشان خاطر نيجي ناخد بعد كده منه كوبي من حتة هنا. دي مقسومة لاتنين، يعني ايه مقسومة لاتنين؟ يعني الايد دي هتبقى ريكتانجل كده اهي ماشي، ودي مع دي النقطتين دول مع بعض كده مع الشيفت نطلعهم لفوق لآخر درجة، هتبقى درجة اللون ده. طيب والجزء التاني، الجزء التاني ممكن نعمله ريكتانجل برضه او ممكن نعمله الالبس، يعني اي منهم يعني مش مشكلة. هنيجي ناخد ده كده تمام. دي احنا عايزين نعمل لها روتيت بس كده شوية
نيجي ناخدها. نيجي ناخد دي مع دي ونضمهم للآخر بالشكل ده، دي ودي كده مع بعض جروب. حلو جميل. بس دي هنا فيها نقطة بس صغيرة جدا، النقطة دي عايز تنزل تحت، يعني نكبر بقى كده، عايزين نظبطهم على بعض بالظبط. يعني دي عايزين ناخدها هنا كده بس كده. تمام، ادي احنا عملنا الجزء بتاع الايد بالشكل ده. طيب ايه اللي فاضل لنا بقى؟ طبعا هناخد، نجيب بس الاداة سيليكشن، طبعا ده كده مع بعض جروب، هناخد دي مع دي كده مع بعض برضو جروب، هنعمل لهم ريفلكت ترانسفورم ريفلكت، نقول له كوبي وناخده مع الشيفت الناحية التانية بالشكل ده كده. تمام كده بقى احنا عملنا الايدين. هنا في مشكلة. ايه هي بقى؟ مش مشكلة ولا حاجة، ده نفتح بس الجروب بتاعه، دي الايد دي عايزة تنزل تحت، تحت دي بس كده خلاص، هي دي كل الحكاية. نيجي ناخد التاني، دي هتنزل تحت الاسورة بس عشان ما تبقاش باينة من فوق بس كده. طيب كده احنا عملنا النص اللي فوق او الجزء اللي فوق، هنيجي ناخد بقى الايه الدوران ده، نيجي هنا نجيب برضو ريكتانجل كده ونيجي نعمل الحتة دي بالشكل ده كده. طبعا هنا دول هيبقوا بالشكل ده، بس انا هنا عايزة اخد درجة اللون اللي هي دي. تمام، دي هتبقى فين بقى؟ هتبقى تحت الدراعين دول. طيب وبعد كده هنيجي نرسم باقي الايه الجلابية، برضو هنجيب ريكتانجل. تمام، وهنيجي نرسم بقى باقي الجلابية، هنيجي ناخد دي كده، دي هنرسم دي كده، ماشي. هنيجي بس بالسلكشن ناخد دي النقطة دي مع دي ونخليهم بس روتيت حاجة بسيطة كده، مش قوي كده زيادة، خليهم كده ماشي. وهنيجي ناخد درجة اللون الايه البيضة دي، ودي هتبقى تحت الجزء الماضي اللي احنا عملناه الدوران ده، ماشي. طيب هنيجي بعد كده نعمل الايه الفوت، الفوت دي كبر بس كده، عايزة ايه؟ عايزة ناخد دوران من فوق بس، يعني نعمل ده سيلكشن، نجيب دي مع دي، هي دوران بسيط كده خلاص. وهنيجي ناخد درجة اللون دي ونسحب دي كده مع الالت مع الشيفت، شيفت قصدي، ونحطها هنا بس، دي عايزة تخش شمال شوية كده. بقى نشوف الكاركتر بتاعنا الجميل اللطيف اللي هو قاعد كده على الكنبة. هنا فاضل بس لو احنا قفلنا بس الصورة، هو ليه كده؟ عشان احنا مش ظاهرين الباقي. مش ظاهرين الباقي، في هنا حاجة مش باينة برضه. دول المفروض ينزلوا تحت، عشان احنا مش مبينين باقي الوش، انا قلت احنا نسينا حاجة، ماشي كده. طيب ده الايه اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، ماشي كده. ده بالنسبة للكاركتر ده. طيب هنا احنا لو قفلنا بقى دول كلهم كده ماشي، جينا ظهرنا الكاركتر الاصلي ده، عايزين هنا نعمل باقي التفاصيل بقى زي ما احنا عملناها في الكاركتر اللي فات. طيب كويس عندنا وقت،
هنيجي بقى هنا، في هنا تفصيلة كده صغننة اللي هي الدوائر دي أولا دي يعني ستروك بس، مش فيلم. خلاص، في هنا جيب كده، الجيب ده هنعمله كده. أولا هو براوند خالص من تحت، نسحب دول للآخر، واللون بتاعه طبعا مش أسود، هو اللون بتاعه فيه تدريج شوية. ده بالنسبة للجيب. طب هنا في الدوائر دي تبقى الإليبس دي كده، دي هتبقى مش فيل لكن هتكون استروك. استروك خلينا ناخد الدرجة دي ونزود الاستروك بتاعها شوية تبقى كده، خلينا كمان نزودها شوية كمان، خليها 2 مثلا عشان تبقى باينة، او اقول لكم خليها 1 عشان ما تبقاش زيادة اوي. طيب هنكبر عشان ناخد منها كام نسخة. Alt Ctrl D كده، تمام ماشي. فاضل ايه كمان؟ متهيألي كده خلاص مفيش حاجة. هو هنا بس في اللون، في هنا بس لون كده اللي هو الدرجة دي، وفي بعض التجزيعات احنا عملناها قبل كده في الكاركتر اللي فات. فهنجيب البين تول وناخد دي كده من هنا لتحت ماشي، ونعمل سكيب. خلاص دي ده ماشي، خليه بنفس درجة اللون ونزوده شوية ونشوف الايه اليونيفورم المناسب ليه. خلينا نعمل ده ماشي كده، ادي شكل. نعمل كليك يمين ترانسفورم، نقول له ريفليكت، الناحية التانية نقول له كوبي، نيجي ناخد ده كده مع الشيفت ماشي. طبعا لونهم شديد شوية، ممكن نخلي الأوباستي بتاعته 70 مثلا، 70 ممكن نخليها أكتر من كده، نخليها 40 ماشي حاجة كده. خلاص هنا في هنا كده في برضو خطين، بس هنا الخطوط اللي تحت دي يعني ايه مستقيمة، يعني مفيهاش حاجة. ماشي سكيب. هيجي برضو ناخد نفس الدرجة، هي نفس الدرجة اهي، بس ده كان سميك شوية، نخلي اسمك من كده، ونخلي برضو دي 50 ماشي، وده خليه بس زيادة بس هنخليه 40. عايزين نخليه حاجة خفيفة بس، مش ايه مش تفاصيل كبيرة. ثم هنا انا عايزة ده يكون، ده انا عايزاه يكون راوند ماشي، ما يكونش يعني ما يكونش حد كده، انا عايزاه راوند. بالتالي عايزة اخد دي اهو بقى راوند كده خلاص، بس عايز ينزل تحت سنة صغيرة، ما يبقاش حاد بالشكل ده. طيب هنا بس في حاجة بسيطة برضو، احنا بنحاول نوصل لكل التفاصيل اللي هم عاملينها في الكاركتر عشان نبقى عملنا شغلنا بشكل كامل. يعني على فكرة هنا ممكن اخد من ال فين هنا الكاركتر مبينه كده، هنا ده انا ممكن اخد منه كوبي من الدراع بس، ده اللي هو ده صح، اه ده مش من الباقي ده بس كده. ممكن لو عملت منه كنترول سي كنترول اف خلاص، وجيت خدت منه او خليته بس كده، خش لجوه شويه، وهنا النقطة دي بس عايزة اعمل ظل
كده تمام. هنا انا لو خفيت دول بقى، خفيت دول كده خلاص، انا عايزة اخد الدرجة. خلي دول ده، خلي دول، عايزة اخد الدرجة دي، يعني انا واقفة هنا خلاص، عايزة اخد الدرجة دي، اخد الدرجة دي هنا كده. بس هو ده، ده اللي انا ايه، ده اللي انا عايزة اعمله. بس طبعا ان هي هنا مش مظبوطة، ليه؟ عايزين نظبطها، نظبط بس، لا نظبط الايه، الجزء ده، لا نظبط الجزء ده. هنظبطه ازاي بقى؟ بالبنتو الدايركت سيليكشن، انا كده لو غيرت دول بقى هتبقى عامله ازاي؟ ايوه كده تمام. طب نرجع كده نشوف التجزئة اللي احنا عملناها، شايفين هنا التأثير؟ شايفين هنا التأثير عامل ازاي؟ طبعا انا لو ايه، لو قفلت ده كده، شايفين؟ اه هنا في مشكلة، مش مشكلة ولا حاجة، بس دي عايزينها. طيب قبل بس ما نسيب الجزء ده، الحتة دي اللي هي، عشان هقف هنا واعمل لير جديدة، واخد ده طلعه فوق، ماشي. انا عايزاه يبقى بره كده. طيب ده بقى لوحده في لير منفصل خلاص. لو انا دلوقتي جيت عملت له ريفلكت، ترانسفورم ريفلكت اهو، اداني كوبي عشان يبقى هو لوحده، بدل ما يجيب لي الايه، بدل ما يجيب لي اللير كلها تمام كده. عمل لي الناحية التانية بالشكل ده. هنا احنا قلنا ان دي عايزين نضيف لها بس نقطة كده في النص، نقطة هنا كده، أضيف نقطة وأبدأ أنزل بيها لتحت. بس النقطة دي أولا لازم تكون راوند علشان خاطر تبين لي شكل الدوران بتاع الرقبة بالشكل ده. طبعا دي هتيجي كده ودي هتيجي كده. خلاص كده يا شباب، كده احنا خلصنا الكاركتر بتاعنا بكل تفاصيله زي ما انتوا شايفين، ماشي، مفيش فيه اي حاجة، كله كده تمام ومظبوط 100%. لو انا جيت قفلت ده وظهرت الكاركتر التاني معاه، ده شغلنا اللي احنا عملناه خلال المحاضرتين اللي فاتوا تمام. ده بالنسبة للايه، للكاركتر اللي احنا عملناه في خلال المحاضرتين اللي فاتوا. يا رب ان شاء الله يكون درس بسيط وسهل، واشوفكم على خير ان شاء الله في الانيميشن بقى بتاع السين رقم 7. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.